رجعنا لكم مكملين معكم في نهاركم فل ويكاند. كان ما خلطوش على الحلقه من الاول تنجموا تلقاو الفيديو كامله موجوده على شان يوتيوب الحوار التونسي. جيت ديريكتومون بحضا الشيف سيد. دونك بدينا شيف نعملوا في الفحص نتاع الكلام نتاعنا نتاع الكلامار هذيك حاضر نتاع الكلامار نتاعنا باش تاكلوا بيه الكسكسي. فوالا انا قلت لك عفاف خذيت كعبه كلامار كامله ناحيه الروس نتاعها باش نحطهم في الفارس من داخل. دونك هذوما قصيتهم جويدين جويدين ولا باش نحط شويه سلق اي شويه مش برشا خاطر عندنا كعبه بركه شويه كبر وشويه كبر باهي شويه معدنوس شويه معدنوس شويه ثوم وشويه بصل العفاف خاطر انت جويد اون بتي دي هكا فما اللي يحطوا الروز زيدا في وسطه روز برغل كل واحد كيف يحب كل واحد كيفاش يعمل فارس. اما انا شو اللي عندي برشا فارس نستحق الساقين هذوكم تاع الكلامار احسن احسن لي عفاف عرفت حتى لسان عصفور تمشي 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 لسان عصفور وي باهي تو باش نجيب شويه هريسه عفاف ويبدا الفارس بتاعنا حاضر. تخي بيان يلزمنا التوزويزه عاد كيفاش هكا كسكسي بالكلامار لازمو يكون موزوز واحنا عندنا هريسه سيكام البنينه الفيوحه هريسه سيكام اللي متحصله على لو برودوي دو لاني 2023 نباركولها لانه تقريبا كل عام تتحصل على لو برودوي دو لاني 2023 يقول هريسه سيكام يقول تحرحيره التونسيه وبفضل الجوده نتاعها هريسة سيكام اكتسحت الأسواق مش التونسية فقط وإلا العربية فقط ولكن هي اليوم موجودة في عديد الدول في العالم. نلقى هريسة سيكام مطلوبة برشا برشا. قديش حطيت هريسة؟ شطر مغرفة عزيزي شطر مغرفة به شوية فلفل أكحل أي كركم وشوية ملح هكا هكا الفارس نتاعنا يكون حاضر عفيف جست باش نلمو كعبة الكلامار نتاعنا. فما كلامار اون توب هذاك يبدا حاضر اما دو بريفيرونس ناخذوه فري خير باش نستحقوا الساقين. كلامار اون توب يبدا فيه الساقين عفاف عرفت كي نحيلوه الساقين ويبيعوه هكاك. انا عندي مشكله نخلط ياسر ما بين السوبيا والشويبي وما فرقش بيناتهم برشا. هو الكلامار معناها نوبل اكثر فهمتني مضخم اكثر فهمتني وابن واغلى واغلى. اما نحكيك على السور جولي اللي يبيعوا فيه ساعات في لي غرون سيرفاس يبدا اون توب ما فيهش الروس فهمتني يستغنوا عليهم معناها. كي ناخذوا من الحوات احسن ناخذوا كعبة الكلامار نستحقوا الروس نحطوه في الفرس تو نتبعوا بشوي بشوي كيما نعملوا العصبان نتاعنا كيما نعملوا العصبان نتاعنا بالضبط ميلونج هذا الكل. فما شكون يحط عظمه شو هو كيبدا بال نجموا نحطوا عظمه باش نلموا الفرس اكثر كيبدا شويه عندك فرس خاصه يبدا فما روز ولا حاجه عظمه تعاونك اكثر باش ما يخرجش. لا ومن بعد تخيطها ولا تشدها بالكوردون ولا كيفاش؟ انا عندي بوالا قاعده تسخن عفاف مش نسكرها بالبوالا تنوريك كي تسخن بالقدا نكواها عرفت كيف من فوق ما عادش يخرج الفرز. الفرز باش يجي طريقه اخرى باش تسكروا بها العصبين كلامار كيما هكايا هاكا لخيط لا واسرع اسرع اسرع وناجحه عفاف. هو راك تري في الخضره هذيك السلق ومعدنوس كنت نجم تحطهم مع الكسكسي تفاور يجيب منيح. ايوا باش نحط عاد شويه هاو سي بون سلكت قلقت تعرف شو تيزيستوس نعملها نتاع كعبة الكلامار بتاعنا هكا البولا بتاعنا سخونه بالكدا نحطها هكا ونرجعوا خلوه ياخذ شويه نكويها نكويها يلزمها هكا شويه عفيف ومن بعد نحطها في الكسكسي نتاعك. يلا تعرفيش انت صحيح؟ اي ما عادش تحل الجمله هيك. سودور هذا سودور شفتها كيفاش؟ سكر سكر ديجا انا تو حط نحي كسكسي تاعي ستار فوالا ونحط كعبة الكلامار نحطها في الصوص نتاعها. صبرك شوية ماء ولا سي بون؟
لا سي بون حطيتها ليجير شويه عفيف باش تجيب الضبطه. تري بيان. ليه تو باش نتعداو عفيف نعملوا باش نمشيو للديسير نتاعنا، باش نمشيو للفوندون او شوكولا نتاع فانواز بنين برشا، قوي بمطعم الشوكولاته مويلو، نجمو ناكلوه في اي وقت بتي ديج ولا في البوز كافيه نتاعنا، وباش نستعملوا زاده معاه من بعد باش نزينوا شويه كريم شانتي. كريم شانتي اي فوالا. دونك باش ناخذوا الكريم شانتي ناتور نتاع فانواز اللي هي جديده خاليه من الاحماض الدهنيه، التكستور نتاعها شاده روحها وانكتيوز، فيها لمعه ياسر مزيانه، نلقاوها موجوده في ديغو اخرين، زيدا فما الفريز وفما الشوكولاته، وانتم شنو تختاروا؟ احنا اخترنا ناتور باش نخدموا بها اليوم. بالضبط. دونك شنو يلزمك؟ نجيب البريباراسيون نتاعي. اي. بالطبيعه قلدينا والعظم نتاعنا والبريباراسيون. باهي. نجيبوا البريباراسيون نتاعنا نتاع الفوندون، قلدينا نتاعنا، وانت عفاش تمد لك ثلاثه كافيت عظم، ولا مد لي البول نتاع العظم. أها وبحذاك يعطيك الصحة ميرسي. ألو لا بريباراسيون تاعنا. كما العادة نوصيكم ديما باش تتبعوا الوصفة كما مكتوبة في ظهر البريباراسيون، ما نزيدوا حتى شيء، ما نقصوا حتى شيء، نعملوها كما هي باش هكاكا أوني سيغ وأنو منجحين الغوسيت نتاعنا. باهي. أنا زاد نتبع المقادير بالضبط، ثلاثة كعبات عظام. خاطر مش كيما تعمل حاجة بطريقة تقليدية كيما تعمل اون بريباراسيون، بريباراسيون يفو ريسبكتي خاطر عاملينها ديزيكسبير بطريقة معينة وطريقة مسهلينها للاستعمال باش أي حد ينجم يخدمها. لا تفرض عليك البريباراسيون هكاك باش تعطيك الريزولتا اللي حاجتك بها. وي، دونك ثلاثة كعبات عظام. ثلاثة كعبات عظام. الحليب نتاعنا 80. 80 حليب. 80 حليب. اي. و100 جولدينا. 100 جولدينا، دونك عين و الفرن تاعنا يسخن. دونك زوز مغارف بالنسبة للجولدينا، من بعد شوية باش ندخلوها للفور نتاعنا، الفور إلكتريك 70 لتر في 6 بروغرام، الباب نتاعو دوبل فيغ يقاوم السخانة، في شالور تورنونت 1750 وات دو بويسونس، وفيه لامب على الانتيريور، دونك ما نقعدش نحل ونسكر في الباب باش نثبت إذا كان ماكلتي طايبة ولا من برا، نجم نشوف الماكلة نتاعي، فيه دو بلاتو غري اون اسي انوكسيدابل، ومتوفر في اللون الغري ومتوفر زيدا في النواغ. الو عفاف ناخذ الباتور نتاعي تو. حركتها شوي بالفوي عفاف على باش ما تلمت. اي. وعلى البلون دو ترافاي نتاعنا باش ما تمسخش. دونك احنا نركضوها تقريبا دقيقة هكاكا، دقيقة دقيقة ونص بالباتور الكتريك نتاعنا نتاع نيو ستار، نيو ستار اللي عندها جام كبيرة برشا نتاع البيتيت الكتروميناجي، فما في الغري فما في الغوج، احنا في كوجينتنا اخترنا اللي في الغوج باش يعطينا شوية بيبس هكا في الديكور نتاعنا، وما نستحقوش نقعدوا برشا نركضوا دقيقة، إلي تيلمون بويسون تعطينا ليفي اللي حشتنا به. أنا بفيتاس خويا عفاف ميم با حتى 30 سكوند سي بو. ناخذ المول نتاعي، نجم نحطو في الليمول الصغار ولا نحطو في الليمول الكبار، مول كبيرة معناها واحدة برك، فهمت؟ ناخذ شوية جولدينا ندهنو بها المول نتاعنا، حتى على جناب عفاف، وهكا عملنا فوندون شوكولا. اسمع، من اسهل الحاجات الفوندون شوكولا هذايا نتاع نواز نتاع فانواز، وياسر ياسر بنين الحقيقه. انا كل مره كي نعملوا في الدار كل ما نجي نعاود ناكل دخلوا هكا ضريبه الميكرووند يزيد يسخن شويه، بنين برشا. وكان عندكم جلاس زيدا تنجموا تحطوا بجنبه هكا بول دو جلاس تعديوا بها تجي بنينه. اش كان انت راهو تعرف يا ودي انت شافه بالرسمي على فكره. نتعلم منك الحقيقه برشا حاجات شايف والله. لا وجيت متعلمه انت. نزيدوا هكا تجربتي على تجربتك نعملوا كوجينا باهي. الو عفيف تو نحط في 180 درجه سخنته من بكري. قداش يقعد؟ لمده 20 دقيقه. يقعد 20 دقيقه يعطيك الصحه شايف، نرجع لك من بعد شويه نزيدوا نقدموا في الكوجينا نتاعنا. احنا باش نمشيو لفقره سيليكسيون دو لا سومين. شكون فينا
فينا ما يحبش يستحفظ على أحلى اللحظات، أحلى الذكريات، أجمل الصور والمواقف اللي نعيشوها في حياتنا، مهما كانت المناسبات، أفراح، نجاحات، وإلا مناسبات صغيرة، وإلا أحياناً حتى لحظات هكا في حياتنا اليومية اللي نقعد نذكروها بشنا ونذكروها تصويرة نخطفوها بالبورتابل بتاعنا، أما بعد فترة نبدل البورتابل يعني يتعب بالي نفسخ تصاور تنجم وديهولي هاللحظات الحلوين هذوما مع الكونسيبت متاع بوكي اليوم ما عادش يذيع لكم حتى شيء. ذيك علاش مرة أخرى نرجع نحكي مع سهير بكار اللي منورتنا. أهلا وسهلا سهير. عسلامة عفيف، مرحبا. عيشك كيما قلت أنت احنا ديجا بخال شوية روعة تصاورنا روعة. مش كنت تحكي على البخل وبعد توا كنت نحكي لها في الكواليس قلت لها واحد يبخل كيما هنا باش نبعث لك توا نبعث لك لا سيليكسيون تاعي ومن بعد نقول من بعدك توا نبدل التليفون نضيع برشا تصاور دونك ما تعملوش كيفي ما تعملوش كيما عافية يلزمكم بالحق ذيك اللي سوفينير خاطر احنا ما نحكيوش على تصاور خاطر هما ديجا تعديوا نحكيوا على حكايه على سوفينير على ذكريات تعديت في حياتنا يمكن حتى دي مامون ما عادش تتعاود بالحق صحيح. هذيك علاش احنا البيوت نتاعنا ان هذوكم التصاور اللي مازالوا موجودين في تليفوناتنا ومازلنا نستحفظوا عليهم في بالنا اللي هما سوف غاردي راهم ماهمش الحقيقه ماهمش سيكوريزي. وقديش ضيعنا تصاور من تبديل تليفون قديش ضيعنا تصاور معناها في حياتنا قبل كانت واضحه الحكايه او كالبوم ومصوره قبل ما يتصنع البورتابل وتولي التصويره اكسيسيبل للناس الكل دونك توا بالكونسيبت هذا رجعنا نجمو نستحفظوا على لي مومون هذوما. احنا كنا قبل ديجا كي تشوف قبل عندنا برشا البومات. اي معناها ديجا توا قاعدين نرجعوا بهم التالي ونشوفوا خاطر فينا المو هذاك اللي يقعد. هذاك هو اللي يقعد. انا نبهت في بعض دي مامون بالحق تقول لي انا توا صغيري عنده عام وتو ما خرج له حتى تصويره. أي. بالحق نقعد انا كي معامله على التصاور اللي في الميموار نتاع التليفون انت مرهون على قدر في تسرق ولا ضاع ولا حاجه ضاع وكل شيء. صحيح ما هو مش مضمونين التصاور بالحق. اللي هما موجودين في تليفوناتنا ولا في حتى ان سوبور معناها ولا في كلي ولا اي حاجه كما يبداوش اون ناتور هكا نحب حاجات اون ناتور هكا قبيله نحكي على الديار وتو نفس الحكايه بالحق مش كيما تشوفها في التليفون مش كيما بالحق تنسى راهو سي اوتر شوز سنتيمون اخرى تعيشها. هذاك علاش احنا كل واحد عنده تصاور هذوكم اللي موجودين يبعثوهم لنا واحنا نتصرفوا فيهم. ديجا يجم يختار الكبر ويجم يختار اللون يجم يختار حاجات مزيانه موجود كل شيء موجود معناها هو ديجا يخلق السوفينير نتاعو كيما هو يتصورها في مخه هو معناها يصنع كتاب كيما يحب هو اكزاكتومون. هذيك علاش احنا اليوم ديجا جبت لكم دي شانتيون للعيد. اي فيهم تيم العيد للوان العيد ولا دونك العيد مازال كي تعدى ما عندوش برشا وعملنا تصاور خاصة بالنسبة للصغيرات كي يقولوا عيد احنا شو نقولوا؟ نقولوا ليزونفون نقولوا كي التصويرة ولا زوز ولا مجموعة التصاور اللي نعملوهم قبل وكنا نستحفظوا عليهم ولينا زادة نعملوهم بالتليفونات لي مومون اون فامي زادة كي نمشيو. صحيح احنا ديجا صغيرات كما قلت انت صغيرات ديجا يفكروا في العيد لللبسه لبستهم خرجتهم محواستهم دونك هذوكم لي فوتو بالحق عندهم قيمه كبيره يمكن مش في وقتها راهو اما نحكيو على بعد سنين بعد سنين قيمتهم. شوف انت ديجا روحك مع الفامية كيفاش كنت كيفاش كانت اللبسه ولا كان الجو برشا حاجات يضمنها بوكي بويسكو هو بخلاف القيمه اللي نتاعو زاده كيف الكاليتي اللي تدوم سنين معناها نحكيو على كاليتي فوتو تدوم سنين يمكن حتى خير من اللي فوتو اللي هما في بوشيت اللي هما يضيعوا ولا يتبلاحوا بالوقت ولا يبلاحوا ينجموا يتبدلوا الكاليتي نتاعهم هكا امبريمي بالطريقه هذيا. انا نقول افي بوكي ما فماش سهير ما فماش علاش باش يفسدوا اذا كان مستحفظ عليهم. هي ديجا الكاليتي فوتو بابي فوتو هذايا الكاليتي اتش دي فيهم ديجا هذيك هذوكم ديجا انا اخترت هذايا البوكي اليوم الفورما نتاعو 20/20 حكيت عليه المره الفايته
وفيه ديجا دي فوتو كيما تشوفوا لي كولور بالحق الكاليتي مزيانه مزيانه اي سورتو احنا نعرفوا اللي في العيد برشا دي بارون يهزوا صغارهم يعملوا دي شوتينغ سي فري دونك معناها حتى لي بروفيسيونيل يجموا يستغلوا فرصه البروموسيون اللي موجوده هي ديجا حكيت عليها قبل زيدا ويطلعوا دي بوكي هكا للي كليون تاعهم بربي شوف هذيك في حفل الختان نتاعو شوفوا محل يوم صار يبدو ديجا حلوين ديجا سي تان بوكي فيه في كل شيء فاغي معناها الجبه نتاع العيد دونك هذوما الحقيقه هما صغاري ربي يفضل يعيشك لا حتى انا قلت باخذ راحتها تاريخ تصور صغار ولادك ولادي صغاري دونك انا ديجا كيف نحب نحل انا كمامون نحل انا تصور ولدي ونشوفه تويكا ما شاء الله نقاه كبر نقول ايتيا معناها الوقت قداش يجري الوقت قداش يجري وكل مرحله نتاع عمر نعملوا بوكي جديد اكيد انا مانيش فخيله كيما العباد نحب ان نستحفظ على الحكايه نتاعي على السوفينيري دونك ننصح الناس الكل الا تبعني داكور دونك الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا وانتريسي كيفاش يتحصلوا عليكم يتحصلوا علينا كيما العاده الباج نتاعنا بوكي اللي هي بي او او كي اي وإلا على الانستغرام الانستغرام تاعنا كيف كيف بي او او كي اي يجمو زيدا يتبعونا على تيك توك سهير بوكي عندنا راهو بليزيوغ معناها شوا في لي ديمونسيون في لي كولور في نقولوا احنا في لي كوفرتور اللي بالتيسو ولا بالامبريمي ولا زيد كيف كيف بالبوا موجود الشوا كامل زيد الواتساب نتاعنا اللي برشا دي جون ديجا توا يستعملوا في الواتساب باسكو هو معناها تناول الجميع الكل وزيد يحافظ كمام على الكاليتي ما تطيحش برشا اللي هو النور نتاعنا 53 3693 اصفر اللي هو على ذمة كم زاد كيف كيف السيم بتاعنا تجمو تطربوهم في كل وقت وما ننساوش السيت بتاعنا اللي هو booki.in اللي هو بلو رابيد بلو فاسيل اي بلو سيكوريزي يحافظ لا ميم لا مي كاليتي فوتو سواء في التليفونات بتاعنا مهما كانت والا في لي زاباري فوتو Très bien, يعطيك الصحة سهير بوكي دونك ما تنساوش ادخلوا اعملوا طلع على انستغرام فيسبوك بوكي تكتب بي او او ك اي اي فوالا بي او او ك اي اي ادخلوا شوفوا واختاروا على كيفكم انا هو الالبوم اللي تحبوا تعملوه واستحفظوا على لي ميور مومون في حياتكم احنا باش نمشيو لفقرة سانتي اي بيان اتر باش نحكيو في فقرة سانتي اي بيانيتر اليوم على النظر على نقص النظر اللي برشا ناس يعانيو منه ولكن بدرجات فما اللي يكون نقص النظر كبير برشا وهذا يسبب لهم في برشا صعوبات في حياتهم اليومية وبرشا اشكاليات ولكن الطب يتقدم والتقنيات الحديثة كل يوم يطلع فما جديد احنا اليوم مع الدكتورة فاتن بالرمضان اخصائية في طب وجراحة العيون باش نحكيو على التقنيات الجديدة صباح الخير دكتوره مرحبا بك عايشك مرحبا بك عفيف منورتنا دكتوره هات نحكي وشنو مع التقنيات نتاع تصحيح النظر الموجوده اليوم حاليا تقنيات تصحيح النظر الموجوده حاليا هي متعده اول تقنيه هي تقنيه قديمه ومازلنا نستعملوا فيها الى يومنا هذا هي تقنيه البي كي ار البي كي ار هذه موجوده منذ اكثر من 30 سنه هي تعتمد على اعاده تصميم للقرنيه بتطبيق اشعه ليزر بصفه سطحيه على القرنيه اللي هي اللازيك هذيا؟ لا هذيا البي كي ار اللازيك هو النوع الثاني هو نوع ظهر بعد منذ اكثر من 20 سنه زاد هو اكثر نوع مستعمل هو اللازيك هو يستعملوه في اكثر من 90% من حالات تصحيح النظر موجود منذ اكثر من 20 سنه ونطبقوه بعد ما يقع فتح طبقة صغيرة من القرنية بواسطة لازر فابتو سكوند. الافونتاج نتاع اللازيك هذا اللي هو يعطي نتائج سريعة وبدون ألم. فما تقنية ثالثة هي جديدة في تونس ولكن موجودة في العالم منذ سنوات. هي تقنية سمايل. سمايل هذا يقع فيها اقتطاع قطعة صغيرة من القرنية في وسط عمق القرنية باللازر فابتو سكوند زادة ومن بعد سحب القطعة هذه.
هذوما فيما يخص الليزر. هذوما في خصوص اي فما تقنيات اخرى؟ فما تقنيات جراحيه، تقنيه جراحيه هي زاد قديمه ولكن متجدده، يقع فيها زرع عدسه في وسط العين. الجديد فيها هي العدسه الجديده هذه ECL اللي يقع زرعها ما بين القزحيه وعدسه العين. الحاجه الباهل فيها اللي ما يقعش فتح في القرنيه مش كما التكنيك القديمه. تقع على مرحلتين، المرحله الاولى معناها في العين الاولى وبعد اسبوع بالعين ما نعملوش زوز مع بعض، بعد اسبوع نعملوا العين الثانيه. كل التكنيك هذوما اظهروا النجاعه نتاعهم، اما الطبيب العيون هو اللي يختار، ام هي هو اللي يختار التقنيه اللي تمشي مع كل انسان. داكوغ، احنا باش نمشيو بشويه بشويه نحكيو على شكون الناس وكيفاش، شكون اللي يمشي مع ليزر، شكون يمشي مع تقنيه واحده اخرى، وباش نحكيو زاد على ليزافونتاج ليزانكونفينيون، لانه كل حاجه فيها اكيد ليزانكونفينيون. هات نبداو، شكون هم الناس اللي معنيين بالتقنيات هذيا؟ بالنسبة لتقنية البي كا ار، التقنية القديمة بالكل هذه تمشي مع العبيد اللي عندهم الميوبي، النقص في النظر، النظرات نتاعهم بالإلا، حتىش أقل من ستة، أقل من إلا ستة معناها فوقت ميوبي نحكي، ولا ماهيش فوقت ميوبي، أقل. تمشي للميوبي اللي شوية تتسمى، والاستيغماتيزم زادة اللي أقل من إلا ثلاثة. الاستيغماتيزم هو الانحراف في القرنية. وساعات يبداو أسوسي، اي نجم يكونوا اسوسي، يتعاملوا الزوز مع بعضهم. لي زيبرميتروب باغ كونتخ اللي عندهم طول البصر، اللي هما المرايات نتاعهم بالبلوس، ما تمشيش معاهم التقنيه هذه. بي كا اير ما نستعملوش. بالنسبه للازيك، لازيك لي زانديكاسيون نتاعو اوسع، دونك تمشي معاهم مع الناس اللي عندهم يوبي اللي اقل من 10، نمشيو حتى نوصلوا حتى لل 10 الا 10. بالنسبه لي زيبرميتروب حتى لسته اللي عندهم بلوس، وبالنسبه لي زاستيغمات حتى لاربعه. داكوغ. ولازيك يصلح زاده حتى البريسبيسي اللي هي مشكله النظر عن قرب. الاكثر اللي تمشي معاهم هذوما هما لي زيبرميتروب وعندهم بريسبيسي، معناها عندهم نظرات نتاعهم فيها مع واحد ونص حتى مع ثلاثه. و او ميم طون اكثر من 47 سنه معناها في العمر. بالنسبه للعدسه نتاع العين لي سيال، هي تاخذ اللي هذه جديده تاخذ لي فورت ميوبيل اكثر من 8، من 8 فما فوق، من 8 لفوق، ولي زيبرميتروب من 4 فما فوق زاد كيف واسوسي معاهم لاستيغماتيزم اذا كان اسوسي. تري بيان دكتوره، هذوما الريزلتات نتاعهم افي ولا يتغير من بعد؟ هو نورمالمون افي، على خاطر احنا ما نعملوا اللازير والا العدسه وكل شيء الا ما يكون النظر ستابل. النظر ماهوش قاعد ينقص، معناها نعرفوا اللي يوصلنا. يقولوا بالنسبه للازير باغ اكزومبل يقول لك بعد 10 سنين يرجع ينقص. لا ما يرجعش ينقص، ما فماش علاش باش يرجع ينقص. يقعد هو خاطر احنا وصلنا للنقص نتاع الانسان هذاك، هو ما عادش باش يزيد ينقص اكثر منه. هذا هو الشرط الاول اللي نعملوه باش اللي نحققوه باش نعملوا لي تكنيك هذوما الكل. داكوغ، اليوم العبيد قاعده تمشي تستعمل في لي تكنيك هذوما، نراه وانه ام ماجوريتي الناس باقي بالمرياتات، رغم اللي فما برشا دي سوليسيون توا، فما حاجات الحقيقه اول مره انا بار لازير في باليش بهم الاخرين نسمعهم منك دكتوره. شنو اللي يخلي الناس تتخوف يمكن من عمليه من حاجات اللي تمس العينين؟ اي فهما فما عباد راهم ما يحملوش حتى اللي مسولهم عينيهم. دونك هذا عادي باش ما ينجمش يحمل انسان يعمل له حاجه في عينه. اما اكثر اللي يحبوا معناها يعملوا اللازيك ولا حتى العمليات معناها متاحه توا بصفه سهله. معناها شنو هما الاحتياطات اللي لازم ناخذهم قبل وبعد؟ الاحتياطات اول حاجه هو اللي هو نجم نقولوا شرط، اللي هو كونه يكون ثابت النظر نتاعو ستابل ماهوش قاعد ينقص، اللي هو يوصل في عمر معين يولي ثابت. بعد 18 سنة هذا هو الشرط الثاني، اللي هو خاطر النظر يقعد ينقص حتى 18 سنة يكتمل النمو نتاع العين. بعد 18 سنة يلزم يقعد ثابت من عام لعام ما يتبدلش ستابل، هذا هو الشرط معناها المهم فيه. بعد فما صور نعملوهم للقرنية باش ندرسوا بهم دراسة للقرنية اللي هي نشوفوا تسمح لنا ولا لا، خاطر مش الناس الكل ينجموا تسمح لهم القرنية نتاعهم باش يعملوا الليزر. ونعملوا زادة فحص شبكية باش نتأكدوا اللي الشبكية نتاعنا زادة سليمة 100%. بالنسبة للعبيد اللي يلبسوا لي لونتي العدسات اللاصقة، لازمهم ينحيوا لي لونتي قبل العملية بأسبوع. يرتحوا عينيهم ايامات يعني قبل العملية. قبل العملية زادة بالطبيعة لازم ما فماش مواد تجميل، ما فماش مكياج في العين بالنسبة لليلة العملية. وبعد العملية، بعد ما نعملوا العملية يلزم راحة في البيت في الدار، يقعدوا نهار هذاك
وعندنا أسبوع مثلاً اللي يعملوا رياضة ما يعملوش رياضة، تمرين رياضية لا، سباحة لا، كسوا في المسبح ولا في البحر زي كيف كيف لا، مدة أسبوع بعد العملية. أسبوع كهو، وهما بصفة عامة، ما فماش برشا دي بريكوسيون صعاب وإلا باراليزون، معناها نجموا نعيشوا حياتنا نرجعوا نخدموا. نهار هو، نهار وحيد باش ترتاح فيه في الدار، وترتاح شوية من السبور مدة أسبوع. كهو. Très bien. نحكي شوية على هكا ديز انكونفينيون ربما فما عبيد تقول لك أنا عملت اللازيكا ما قعدت لي ضبيبة من بعد وإلا بعد مدة رجعت لي ضبيبة، هذا من شنو ينجم يكون دكتورة؟ هو ينجم يكون بعد اللازيكا تصير شوية شياح في الدمعة. هو اللي يخلي نجم تصير الضبيبة هذيا. الشياح في الدمعة نتفاداوه بالقطرات نتاع دموع اصطناعية. يحسن النظر برشا. داكوغ، قبيله قلت لي بالنسبه للفحوصات اللي تعملوهم فما ناس اللي نجموا ما يعملوش، اللي تقولوا لهم ليش؟ شكون العباد هذوما اللي ما ينجموش يعملوه؟ اول حاجه عندنا اللي عندهم مصابين بالكيراتوكون، فما مرض الكيراتوكون هو القرنيه المخروطيه، هذه سي لا كونتر انديكاسيون ابسوليو نتاع اللازيك، ما ينجموش يعملوا لازيغ في الحاله هذه. فما العباد اللي عندهم قرنيه رقيقه برشا ما ينجموش يعملوا لازيك زاده، نجموا يعملوا باغ كونتر البي كي ار في حدود معينه، خاطر البي كي ار كيما تعرف ما توصلش تعمل دو فورت ميوبي، ما تعملش تصحيح نظر لي فورت ميوبي، معناتها لازم تكون عنده شويه ميوبي نتاعو صغيره مش كبيره. العبيد اللي عندهم مشكله في القرنيه، اللي عندهم ابيض في القرنيه ما ينجموش يعملوا، ما يعملوش. العبيد اللي زاد يعملوا سبور لي سبور دو كومبا كيما البوكس مثلا، خاطر يضربوا على عينيهم فما ريسك معناها باش القرنيه تتحرك من مكانها، هذوما زاده ما نجموش يعملوا. فما اللي عندهم اللي باش يستعملوا العدسه، عندنا عدد من خلايا القرنيه اللي هي زاده كيف كيف ما تسمحش اذا كان نتيحوا تحتها ما نجموش نعملوا سرع العدسه هذيا، هذوما كلهم لي كونتر انديكاسيون اللي ما نجموش نعملوا بها. بالطبيعه زاده اللي عنده مثلا ما في عينيه عنده مشكلة الماء، يولي ينحي الماء ما يعملش مش يعمل تصحيح البنظر. وكي ينحي من بعد ينجم يعمل؟ لا كي ينحي يولي يشوف، يولي يرجع يتصلح النظار. تخي بيان دكتورة، شو نصائحك للناس اللي ربما عندها شوية نقص نظار باش ما يزيدش يتطور باش يستحفظوا على النظار نتاعهم بالقدا؟ بالنسبة لأي واحد نقص نظر ننصحوه باش يواظب على لبس النظارات نتاعو، ما يقعدش يعمل في مجهود من غير نظارات، يواظب على أنه يعمل فحوصات عند طبيب العينين. كونترول. بطبيعة كونترول ديما مستمر. تقعد بالعويم ربما تبدلش ولا أي يقعد حتى بالخمسة وستة وسبعة سنين ما يبدلوش، يشوفوا رواحهم يشوفوا دونك يقول لك هاني نشوف مثال شو هو تلقاه بدا ينقص بشوي بشوي. بالنسبة للصغار زادة في العمر الأكثر نعملوا لهم كل ستة أشهر، خاطر الصغار ينقصوا أكثر بما أنه مازال النمو نتاع العين ما تطورش بالكامل، دونك ينقصوا اكثر، دونك يلزمنا هذوما نشوفوهم كل حتى ستة شهور باش ما نوصلوش يوصلوا الميوبي كبيره. بالنسبه للعباد اللي تخدم برشا على لي زورديناتور، هذوك ما يلزمهم يعملوا راحه كل شويه مثلا يخدم 8 9 ساعات على الاورديناتور، كل ساعه يعمل راحه يرتح عينيه من غير اكرون، يغمضهم يشوف البعيد، مش يرتح عينيه معناه يمد بورتابل، خاطر برشا عباد ينحي الاورديناتور يشد التليفون. دونك سي لا ميم شوز، يلزم يغزر البعيد والا يغمض عينيه كاريمون مده دقيقه من زمان. بالنسبه لمدامنا في البورتابل، بالنسبه للاطفال يلزمنا نتفاداو انهم يشوفوا لي بورتابل افون لاج دو 6 ans، قبل 6 سنين لا ممنوع. ماذا بينا ان شاء الله يسمعوك يا دكتوره، والله نشوفوا بوكو دو بارون الحقيقه زعما هاوكا باش يرتاح ويرتح اعصابه يطيش التليفون في يد ولده ولا بنته في سن صغيره برشا. راهو خطر على عينين الصغار، خاطر الصغار الكريستال نتاعهم ترونسبارون، دونك الضوء هذاك الكل يدخل في العينين، الضوء نتاع التليفون اللي هو حاجه تضر برشا بالعينين نتاع الصغار. وي دونك هذوما حتى الكبار زاده ماذا بينا التليفون الفو مينيميزي سورتو في الليل. في الليل ماذا بيك تنقص برشا التليفون، سورتو العباد اللي يشوفوا تليفون في الليل قبل ما يرقدوا والضوء طافي. طبعا عباد ترقد بالتليفون هذاك ماذا بينا حاجه ممنوعه. ممنوعه كريمه. اي ماذا بيك تشعل الضوء على الاقل، تخلي الضوء. اي لازم اي نوتر سورس دو لوميير، معناها مش الدنيا ظلام وانت شد التليفون. انت شد التليفون بركا والضوء الكل يولي يدخل لك في عينيك. دونك هذيك مش اي واحد عنده اي مشكل نتاع نظر يلزم فيسع يشوفوا، على خاطر ساعات تاخير نتاع التشخيص نتاع حاجه في العين تنجم تخسرنا في النظر.
وعنينا كابيتال دونك راس المال لازمنا نحافظوا عليه. وي يعطيك الصحه. شكرا لك دكتوره فاتن بن رمضان، اخصائيه في طب وجراحه العيون، على النصائح هذيا الكل. خليكم معنا في المتابعه، احنا مازلنا معكم باش نرجعوا مره اخرى بحظه الشيف نتاعنا. جاب ربي خلطت عليك شيف سيرة وبدا يخدم في الميني سالي بالسردينة. أيوة خلطت عليك، خلطت تقليش سيء. يعني عملتهم بولات صغيرين البراسيون متاعنا تاع ميني سالي، ونحلهم شوي هكا بالقلقال نتبعهم شوي بشوي. الفرس متاعنا مك شفت كيفاش عملناه. دونك كان ما خلطوش علينا من الاول، الفيديو تلقاوه على شين الحوار التونسي باش تعرفوا كيفاش خدمنا. احنا خدمنا بالبريباراسيون ميني سليم تاع فانواز، والفارس تلقاوها لي ديتاي نتاعها. الفارس نتاعنا نحط شويه فارس، ما فيه الهريسه وفيه كل شيء، ما نسحقوا حتى شيء. فوالا هكا ونسكروها عفاف كما البريك الدنوني. باهي لموها بالقدا هكا باش يتقلى، هذا مش يتقلى. واللي حاب ينجم يحطوه في الفور بطبيعة يدهن يعني بكعب عظم يحط في الفور. فهمتني انا حابين على الجو غوستيونت، فهمت؟ يبدا يتقرمش هكا وبنين. سي بون هكا حطوا له روحنا في الزيت نتاعنا. بارفي. باهي شيف نخليك ميلا تكمل انت، نرجع لك من بعد، ما تبعدوش البعيد، مازال عندنا برشا مواضيع باش نحكيو فيها. نخرجوا فاصل شهيري وراجعين.